السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ايه الاخبار؟ والله بعودة هواوي. هواوي نوفا 12 اي والموبايل اللي رجع بيه هواوي للمنافسة في السوق المصري مرة تانية بعد غياب حبة حلوين. الفيديو ده خلينا نتعرف على اهم مميزات النوفا 12 اي وعيوبه، ويا ترى هل هو الموبايل اللي هواوي رجع تنافس بيه بعد هذا الغياب ولا لا؟ خلونا نبدأ. اول حاجه زي ما احنا متعودين بنبدا بالتصميم، ديزاين الموبايل ده كده ياخد ايه؟ ده ما ياخدش درجات، ده ياخد قلبي، مش ببالغ حرفيا. ايه اللون ده؟ اللون ده يا سيدي او الديزاين ده هواوي مسمياه الستار اوربت، حاجه كده فخمه قوي ورايقه قوي قوي، بترجع لنا بقى ذكريات هواوي مع الديزاينز. حقيقي تصميم في منتهى التميز والفخامه. اللون الاخضر كده تحس ان فيه جليتر او فيه فعلا نجوم مضيئه. سيت اب الكاميرات ده يعني سيت اب فلاج شيب من الاخر، مع الفريم الذهبي كده المحيط بالكاميرات، حاجه في منتهى الفخامه والتميز. تعال بقى للحواف البوكسي او الحواف المسطحه دي، كل الشركات بتنزل حواف مسطحه صرف. كورنرات بتبقى دائريه وكل حاجه، ولكن هواوي بتعمل حاجه مميزه جدا، وهي انها بتخلي في الظهر كده في كيرف بسيط، بحيث ان انت تبقى ماسك ماسكه مريحه ما تضايقكش خالص اثناء الاستخدام، وخاصه حجم الموبايل كبير في ايديك. في حاجه كمان شدت انتباهي في التصميم، حابب اوريها لك وقول لي برده عجبتك ولا في الكومنتات. سماعه المكالمات يا جماعه شكلها تحفه جدا، مش محطوطه في الشاشه او فوق الشاشه كده، لا هي محطوطه في الفريم من فوق. وعلى فكره سماعه المكالمات هنا صوتها عالي وواضح ونقي 10 على 10. من فوق يا سيدي هتلاقي مايك عزل ضوضاء، ومن تحت هتلاقي درج شرايح ثنائي بيشيل شريحتين بس، والموبايل مدعمش تركيب كارت ميموري. عندك بقى المايك الاساسي ومنفذ من نوع سي، وعندك السماعات في المكان اليمين عشان ما تكتمش الصوت وانت بتلعب او بتتفرج. برغم ان الشاشه اولد وتوقعت ان البصمه هتيجي في الشاشه، الا ان هواوي حاطه البصمه مدمجه في زر الباور، بصمه سريعه جدا زي الصاروخ، ما عنديش معاها اي مشكله. واللذيذ كمان لما البصمه بتفتح بتفتح بانيميشن رايق كده، ما بتختفقش، على تحس ان في الموبايل بيتنفس كده وبيفتح، حاجه رايقه. تعال نروح على الشاشه اللي بتيجي من نوع اولد، واللي بتيجي بحجم 6.67 بوصه، واقل حواف شاشه ممكن تشوفها في هذه الفئه. بزر الموبايل السفلي كبير سيكا، لكن بقيه حواف الشاشه مديها نسبه استحواذ بتوصل ل 92%. تباين الالوان في الشاشه مظبوط جدا، انت واخد شاشه رايقه، واخد شاشه بشرب مظبوط، بتشبع مظبوط. اللون الاسود اسود، واخد صوره حقيقيه 2,000,000%. هتحب شاشه الموبايل ده جدا وانت بتلعب او انت بتتفرج او انت بتتصفح او انت بتعمل اي حاجه. ما عنديش اي تعليق على الشاشه قلبا وقالبا، الا تكايه بسيطه قوي لو كانت نزلت في الموبايل ده كانت هتبقى تجربه مشاهده عظيمه جدا وتجربه العاب فوق الممتازه، وهو ان هم كانوا يحطوا سماعه ستيريو. الموبايل جايب سماعه مونو، يا عم والله العيشك التجربه معايا، انت مش غريب، عملت بس لايك واشتركت ولا ايه الدنيا؟ هتسمع كده وخلاص. اكتب لي كومنت. الصوت طبعا متوسط العلو، وفي نفس الوقت فيه نقاء وما فيهوش ديستورشن والدنيا فيه زي الفل، لكن كنت اتمنى الحقيقه ان السماعات تيجي ستيريو، كان هيديني تجربه اكيد افضل من كده. الجزء ده يهم ناس كتير قوي، الاداء بقى والسوفت وير والشغل اللي انت عارفه. اول حاجه الموبايل ده بيجي بمعالج من كوالكوم، هو سناب دراجون 680 بتكنولوجيا 6 نانومتر. النسخه اللي معايا هنا بتيجي 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين. الموبايل بيطلع من العلبه بايموشن يو اي 14، وما بيدعمش خدمات جوجل ولكن بيدعم خدمات هواوي كلياتها. بقالي اكتر من سنه ما جربتش موبايل من هواوي، اتفاجئت الحقيقه بكميه التطوير اللي حصل في هواوي اب جاليري، وكميه يعني التطبيقات المدعومه دلوقتي يعني غير عاديه. يعني انا لقيت نفسي منزل واتساب ومنزل فيسبوك وانستجرام وتيك توك، وتطبيقات البنوك كلها اوريدي على الاب جاليري وشغاله زي الفل، ما عنديش عليها اي تعليق. اليوتيوب شغال، كل البرامج بتاعتك شغاله. الجامد ايه بقى؟ ان في تطبيق اسمه جي بوكس. التطبيق ده انت يا باشا كأن الموبايل معاك عليه خدمات جوجل عادي جدا، جوجل بلاي ستور بكل اللي عليه، انت اضغط انستول ومالكش دعوه. انا مش عايز اطول كتير في الجي بوكس، لان انا عامل لك حته شورت على انستجرام تيك توك يوتيوب شورتس، لازم تتابعني هناك، لان ده اللي انا بديك فيه الايه، المعلومه المفيده في اسرع وقت، ما بنرغيش كتير. هنا بتاع التفاصيل بقى وزي ما انت شايف والسماعه فين هناك، خد المعلومه واهرب. اتمنى اشوفك هناك، واكتب لي كومنت في اي حته قول لي انا جاي لك من فيديو الهواوي نوفا 12 اي، هتسعدني سعاده بص والله. فالخلاصه مفيش مشكله في التعامل مع خدمات هواوي، عايز تستخدم جوجل هتستخدمه بشتى الطرق والوسائل، اندرويد اوبن سورس، ما تقفلش انت دماغك. على النوفا 12 اي هتقدر تلعب ببجي، لو رحت على السموث جرافيك والالترا فريم ريت هتاخد 40 فريم مستقرين جدا، ما فيهمش
دروب فريمز ولا فيهم لاج ولا فيهم اي مشكلة. مع الشاشة الاوليد تجربة فوق الممتازة. طب يا سيدي لو رحنا على الكاميرات هتلاقي كاميرا مزدوجة او كاميرا ثنائية الاساسية بتيجي 108 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.9. العدسة التانية 2 ميجا بكسل ديبس او عمق اللي بتساعد طبعا في عمل ايه العزل الهاردوير اللي انت بتحبه. بجملة الارقام السيلفي هنا بتيجي 8 ميجا بكسل فتعالوا نشوف التجربة كانت عاملة ازاي. الكاميرا الخلفية 108 ميجا بكسل بالنهار على وضع الهاي ريز بتاخد بيها صور ما شاء الله تفاصيل من هنا للصبح. صورة مهما تكبر فيها كل جزء هو صورة لوحده. ولو حبيت تطبع الصور دي كمان انت واخد تفاصيل وجودة محترمة جدا حاجة تشرف من الاخر. بروفايل الصورة مع الالوان مع الديناميك رينج كل حاجة مظبوطة وماشية ستيبل وفي مساحة كمان ان انت تأدت على الصور في حاجة رايقة محترمة. كاميرات انا حبيت. كاميرا الخلفية بالليل طبعا احنا كلنا عارفين ان هواوي يعني سوفت وير بتاعها ليفل الوحش في معالجة الصور بالليل. حاجة كده سحر. صور بتكون منورة بشكل رهيب جدا وفي نفس الوقت محتفظة بتفاصيل خرافية. اكتر شركة صينية محترفة في معالجة النويز في اماكن الشادو الاماكن الضلمة. لو انت على موبايل ليفل الوقت لازم تلاقي فيه نويز في الضلمة. هنا انا مش عارف بيعملوا ايه، مفيش نويز مفيش ديستورشن في الاضاءة، كل حاجة ماشية مظبوطة بشكل رهيب جدا. ومن هنا اقولك ان الكاميرا 108 ميجا بكسل للنوفا 12i كاميرا احترافية سواء بالليل او بالنهار في كل ظروف الاضاءة. كاميرا خلفية واعتمد عليها. كاميرا الامامية في اضاءة النهار ما عنديش معاها اي مشكلة 8 ميجا بكسل بس نينجا دايناميك رينج مظبوط الوان مظبوطة وفيها تفاصيل حتى لون البشرة حقيقي جدا جدا وده اللي انا مستغرب له. هل هنا هواوي مجمدة قلبها انها تنزل كاميرا في موبايل بعد غياب في السوق المصري 8 ميجا بكسل وهي معتمدة اعتماد كلي على السوفت وير انه هيطلع الصور الجامدة دي؟ انا مش فاهم المعادلة ازاي. تعالى بالليل الكاميرا بتفقد شوية تفاصيل اكيد طبعا 8 ميجا بكسل وفي اضاءة ليلية وفتحة العدسة مش اوسع حاجة، ولكن الغريبة ان اماكن الشادوز برضو ما فيهاش نويز. يعني الصورة بتبذل مجهود كبير جدا عشان تعالج الاضاءة وتفتح الاضاءة وتحتفظ بالتفاصيل وفي نفس الوقت الاسود اسود ما فيهوش نويز خالص. في النوفا 12i هتصور فيديو بكواليتي 1080p 30 اطار في الثانية سواء كاميرا خلفية او امامية، وده طبعا للمعالج السناب دراجون 680 ما بيدعمش معالجة الـ4K. نقطة تميز كمان بتحسب للنوفا 12i وهي البطارية. بطارية عملاقة 5000 ملي امبير تصمد معاك يوم يوم ونص على الاستخدام المتوسط مش اقل من 8 ساعات سكرين اون تايم، وعلى الاستخدام التقيل هتكمل معاك اليوم وحتى لو خلصت تبتكونش قلقان لان عندك شحن سريع بيجي بقدرة 40 واط بتقنية الهواوي سوبر تشارج تيربو. نص ساعة شحن بتعدي معاك 60% فده رقم ممتاز جدا بالنسبة لسرعة الشحن. 16 مكالمات هنا بيجي هاردوير اثناء تجربتي الحقيقة ما بيغلطش خالص حاجة كده بيرفكت. موبايل هنا بيدعم الـ NFC ودي ميزة مهمة جدا للدفع اللا تلامسي، ولكنه ما بيدعمش الجيروسكوب سنسور اللي بيديك تجربة مميزة افضل في الالعاب. موبايل ده كله مميزات ما فيهوش غير نقطتين اتنين هواوي اتنزلت فيه ومعايا السماعة الاستيريو والجيروسكوب سنسور. غير كده موبايل اعتمادي 2 مليون%. تنساش بقى صاحبي تكتب لي رأيك في الكومنتات، عجبك الموبايل ولا ايه ظروفك؟ لايكك المتين واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على رأسي اقسم بالله. سيبكوا في حفظ الله ورعايته وعلى لقاء بإذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.